Move and I'll kick your ass! شلون شلون خو؟ وش خو؟ السلام عليكم منورين يا جماعة. عارف حليم كنت بدور على كوبايات كده احطها في ظهرك وحاجات لا شكرا الله غني نطبق المشهد. اهلا بيكم سلسلة القتال تعليم الحركات القتال السينمائي. اوكي طبعا زي ما احنا شفنا الركلة دي جميلة جدا. الركلة دي اسمها باك سايد كيك. اوكي يعني بتعمل ركلة جانبية بس بشكل خلفي لورا. تمام الركلة يا شباب نبدأ دلوقتي نشرحها وان شاء الله نتعلمها بكل سهولة ونحاول نتعلم حركات وتمارين الاطالات والحوض عشان الركلات تكون معانا ايزي. اوكي كابتن حليم دلوقتي بس عايزك تعمل ركلة سايد كيك العادية بكل سهولة كده في الزاوية دي. تمام اعمل ركلة سايد كيك على الحائط. اضرب اضرب خش في الحائط براحتك خالص. اوكي يا شباب طبعا زي ما احنا شفنا دي ركلة سايد كيك العادية. ركلة سايد كيك العادية طبعا انا بضرب بجانب قدم. اوكي بضرب بجانب ايه قدم بالشكل ده. لازم جانبك جانب قدمك كله يكون مفرود في السايد كيك العادية اهو. اوكي طيب لو انت عايز تتعلم حركة السايد كيك العادية انا منزل لها فيديو هتلاقيه في حركات بروسلي وكده ان شاء الله. اوكي شوف برضو الحركة لو عاوز تتمرن عليها على الحائط باخد خطوة اولى واحد اتنين ثم ايه بفرد رجلي بالشكل ده. اجين وان تو ثم بفرد رجلي بصوا جنب رجلي كله جانب رجلي كله هنا كده. طيب حركة بقى اللي عملها توني جا هي نفس الحركة ولكن الفرق هو كان واقف كده عشان تشوفوها كويس. واقف كده دلوقتي انا ظهري ليكم انتو. عمل ايه بقى دلوقتي هو الذكي ده؟ هيرفع رجله هيوطي جسمي. بصوا هيرفع رجله للامام اتجاهكم انتو وللخلف اتجاهي انا. او رفعت رجلي بالشكل ده ووطيت جسمي تحت علشان رجلي تقدر لفوق ثم همد رجلي او بصوا هرفع رجلي ووطي جسمي وهمد رجلي كده. لما مد رجلي لقدام اضرب السايد كيك اهو. بصوا كده معايا اهو شايفين ادي الزاويه الاولى الزاويه الثانيه نفس النظام واقف. بصوا معايا اهو رايح ها الزاويه الثالثه اهو شايف واقف نزلت ومد رجلي وايه اضرب كده شايفين تقف كده جنب رجلك كله. هي دي الحركه اللي هو عاملها. الزاويه بقى الاصليه اهو واقف وين ناي يلا يا حلو هنحاول بقى دلوقتي نشوف الحركه. طبعا انا مش هضربه بجد علشان ما لسه عندنا فيه من شويه. اوكي اهو واقف ادي المسافه المناسبه علشان ما تضربش زميلك هنا بوم ولا تحت وتموته. اوكي ادي المسافه المناسبه بينك وبين زميلك. اعمل تيست كده معاه انك هتظبط رجلك تيجي بالجنب وزميلك هيرجع طبعا لورا بالشكل ده. اوكي اهو يا شباب واقف انا كده كده حاسس بيه وطيت عملت الحركة. انا كنت قريب من وشه يا شباب ولا اقرب تاني؟ احاول اقرب تاني. اوكي ما اكونش بعيد قوي نفس الفكره اهو نزلت عملنا الحركه. يا شباب اتمنى نكون استفدنا. مش عايز تعمل حركه طبعا سيبني انا اعمل يا ولد ابوي اعمل ايه؟ اعمل بي تويست بام كات